اليوم نحتفي بسنة دراسية كاملة، سنة مليئة بالمجهودات وبالعطاءات، سنة تفوق فيها تلميذاتنا وتلامذتنا على أيدي أساتذة أكفاء. اليوم استحقاق، اليوم فرحة لجميع تلميذات وتلاميذ المديرية الإقليمية بعين الشقة. نحتفي اليوم مع شركائنا بدءا من السلطات المحلية والمنتخبين والمجلس المقاطعة والمجتمع المدني والمصالح الخارجية والأساتذة والأمهات والمفتشون. نحتفي اليوم كلنا بفرحة التفوق، نتائج متميزة. حققنا هذه السنة 65% من الناجحين سنة البكالوريا بميزات متميزة جدا، 404 ميزة حسن جدا، 729 ميزة حسن و700 ميزة مستحسن. حققنا أعلى معدل إقليمي في المؤسسة العمومية 19.09 سعود بالثانوية التأهيلية عبد الخالق الطريس و19.05 بمؤسسة خصوصية. هذه النتائج ما يمكنش تتحقق لولا أنه جميع المجهودات ديال الشركاء ديالنا والداعمون ديالنا بهذه المنطقة تكتلت لشيء واحد، هو مصلحة التلميذ وتمتيعه بتعليم جيد، تمتيعه بفضاءات جيدة، وتمتيعه كذلك بأنشطة موازية جيدة. هي النقطة اللي حصلت عليها كانت بمجهودات كبيرة من عندي أنا، وخاصة من عند الأساتذة ديالي بثانوية عبد الخالق الطريس، وكنشكر كذلك والديا اللي عاونوني طيلة الحياة، اللي ولا معاونيني طيلة الحياة ديالي، وراه الوالدين هادو شحال نقولوا عليهم باش نرجعوا لهم هذاك الشيء اللي داروا على قبلنا. كنشكر بزاف الناس اللي قاموا على هذا الحفل من قبلنا، اليوم مديرية إقليمية بعملة مقاطعة عين الشق، كنشكرهم بزاف على هذا الحفل الحقيقة. تبارك الله فرحونا بزاف، زعما ما صعيب نوصفوا هذا الإحساس. دابا كتجي وكيديروا لك الحفل بحال هكا، زعما داك الشيء رائع بزاف.